أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الأفريكوم الفريق أول مايكل لانجلي، كما استقبله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة. رئيس أركان الجيش الجزائري وفي كلمته جدد التزام الجزائر بدعم كل مبادرة إفريقية مساندة لجهود هيئات الاتحاد الإفريقي لتمكين القارة الإفريقية من مواكبة التحديات الأمنية التي تواجهها. كشف الرئيس التنفيذي لشركة ناتورجي الإسبانية فرانسيسكو رينيس عن التوصل إلى اتفاق مع شركة سوناتراك الجزائرية بشأن سعر شراء الغاز الطبيعي لعام 2024. بيان عن الشركة الإسبانية نقل عن رينيس تأكيده أن الاتفاق يثبت متانة العلاقات التاريخية بين الطرفين والتزام الشركتين بأمن الإمداد إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مضيفا بأن سوناتراك أثبتت بالفعل أنها شريك موثوق. اتفقت الفصائل السياسية الفلسطينية المجتمعة في بكين على وجوب تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون غزة والضفة الغربية، وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان نشر بموقع الحركة الثلاثاء أن الحكومة الجديدة ستشرف على إعادة الإعمار وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات عامة. أعلنت روسيا الثلاثاء إسقاط 25 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وأكدت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية لمسيرتين فوق منطقة بريانسك واثنين فوق بيلغرود، إلى جانب إسقاط 21 طائرة أخرى فوق شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود. نهاية وجيز، إلى اللقاء.